فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن السلف رحمة الله عليهم قد اختلفوا في وجود النار الآن وأنها مخلوقة؟ يا أخوان، لا تبحثون بهالأمور، تبحثون بهالأمور. الله قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للمتقين، ومعنى أعدت أنها موجودة، أنها موجودة من زمان، ما من أول الوقت موجودة، بمعنى أعدت فعل ماضي، أعدت للمتقين. نعم. وفي شدة الحر يقول الرسول إنه من فيح جهنم، دل على أن وجعل الله لها نفسين، نفس في الشتاء وهو البرد، ونفس في الصيف وهو الحر، دل على أنها موجودة، أنفاسها تدل عليها. نعم. وش الله مكلفنا عاد نبحث هل الجنة موجودة الآن والنار موجودة الآن أو متى توجد؟ كل هذا من الفضول الذي لا فائدة فيه. نعم.